في أيضا مدرسة أثرية في محافظة البحيرة يعني. حولوا الفناء الملعب بتاعها، مع إن لما هتشوفوا كمان شكل المدرسة بيحولوها لمدرسة تانية. فشو يعني هنا كمان التفكير، يعني يمكن أن تجد مكانا بديلا لمدرسة جديدة، إنما سيب المكان، هتشوفوا شكل المدرسة من بعيد ومن قريب. وحققنا هذه القضية علشان نكمل معاكم بداية الحلقة، إن إحنا أساتذة في فن القبح. احنا هنا في دمنهور ينتفي معنى لجنه التخطيط تماما، جايين يحطوا مدرسه داخل مدرسه. احنا النهارده في مبنى داخل مبنى، احنا ما بنحاربش، مش عاوزين نحارب التعليم ولا عاوزين نقف جنب ضد تطوير التعليم، لكن برضه في نفس الوقت مش عاوزين نطمس هوية الدولة أو هوية المحافظة أو الشيء الأثري، الشيء اللي هو من معالم البحيرة. شوه تاريخ مدينة دي، في مساحات كتيرة ممكن تستعيد عنها، تقدر تبني فيها. توجهت أمس إلى السيد مدير المدرسة والذي أفاد بأنه ليس لديه أي علم بما يتم في داخل المدرسة الذي هو مدير لها، فاندهشت. أنت على أي أساس مدير مدرسة وبتقول ما أناش عارف إيه اللي وراك في الحوش؟ الناس بتهد، الناس بتبني، الناس بدأت تحط عمدان لسور وبين المدرسة اللي مزعوم إنشائها الجديدة. فإذا كان هناك بديل فما هو الداعي لاستقطاع ملاعب المدرسة لإنشاء مدرسة أخرى؟ هناك قطعة أرض بجوار حوش المدرسة لا يبعد عنها أكثر من 400 متر في تقسيم عقدة، والنجار صاحب التقسيم متبرع بنصف فدان للمصلحة العامة، لماذا لا تنشأ عليها تلك المدرسة الجديدة؟ أولياء الأمور والطلبة ساخطين وفي حالة عارمة من الحزن، الناس زعلانة جدا جدا جدا. ما ينفعش إن أنا ألغي مدرسة تاريخية، مدرسة داخلة على 100 سنة، أي مدرسة هيكون فيها أماكن شاسعة للطلبة يأدوا فيها نشاطهم الرياضي إحنا بننهيه. حضرتك لف على المدارس وبص، لو لقيت فيه أفنية للطلبة إن هم يمارسوا فيهم الأدوات الرياضية بتاعتهم مش هتلاقي إلا عدد بسيط جدا خالص. طبعا هي عشان سلسلة موضوعات متصلة، بس عشان نبص عليها ونشوف قد ايه احنا عندنا جمال وعندنا اثار بسيطة ولم تكن في الحسبان، لكن شوفوا ازاي بنهملها وبنغتالها كمان.